اهلا بيكم النهارده في برنامج الكرياتيف 95 دقيقه. والله انا افتكرت ذكرى كده من اول ما بدات اعمل البرنامج. الكلام ده يمكن لما بدات دش زمان، يمكن ايام بوري وطمطم. اول ما سالوني نسمي البرنامج ايه، قلت لهم احنا صراحه مش لازم بقى نجيب اسم مكلكع ولافف كده، لا يا جماعه خليكم كول وروشين ومع الموجه. قالوا لي البرنامج هيبقى وقته قد ايه؟ طيب قالوا لي 95 دقيقه. قلت لهم خلاص يبقى هو ده اسم البرنامج، ما توجعوش دماغنا بقى وانزلوا من على دماغنا. على العموم انا اهم حاجه في البرنامج عندي ان انا اندهش، لان انا بحب الاندهاش. زي ما انتوا عارفين اعلام الدمرداش بيعتمد على الاندهاش. واول حاجه هتدهشكوا يمكن ان معايا ضيف يعيني سايبه قاعد وعمال برغي كل رغي ده معاكوا، يعني ده راجل هيفرقع من كتر القعده، وانا الصراحه مندهش من صبر الراجل. معانا عم سعيد المواطن الشريف. اهلا يا عم سعيد. تحيا مصر، انا جاي النهارده عشان احيي الرئيس السيسي. بتقول تحيي الرئيس السيسي؟ احيي الرئيس السيسي يا جماعه، انا مش سامع كويس. انت بتقول تحيي الرئيس السيسي؟ احيي الرئيس السيسي. يا نهار ابيض، مش ممكن، ده انا هفرقع من كتر الاندهاش. طب ايه السبب انك تحيي الرئيس السيسي؟ الراجل ده بيقدم لنا حاجات جديده عمرنا ما سمعنا عنها قبل كده. بتقول عمرنا ما، لا ثانيه واحده يا جماعه عشان مش سامع، عمرنا ما سمعنا عنها قبل كده؟ عمرنا ما سمعنا عنها قبل كده. لا انا كده، لا اسمح لي، دي حاجه تدهش وحاجه غريبه مدهشه. لا ارجوك يا عم سعيد خش في الموضوع على طول لو سمحت. شوف قناه السويس مثلا، من يوم ما اتحفرت لحد دلوقتي بتدخل فلوس، ما فيش يوم اشتغلت فيه ما جابتش فلوس، وده هيسبب ايه؟ وده هيسبب ايه؟ كده تتحسد، لازم نغزي العين. قوم سيادته بقى ايه؟ لأول مرة في تاريخ قناة السويس بدل ما بتضيف لميزانية الدولة تبقى عبء على الموازنة ومديونة بمليار و200 مليون. وبكده لو حد من الأشرار بيقر على قناة السويس لازم ينكسف على دمه كده هوت ويبطل قر. بس معلش لو سمحت ما تأخذنيش، عايزة أعمل الحركة دي تاني، بحبها قوي. بتقول يبطلوا قر؟ يبطلوا قر. ما أصل الحركة دي بصراحة بتدهشني، بتخليني أعمل كده. إيه ده؟ ياه؟ اللي هو صدى الصوت ده؟ أيوة، ما ده غريب قوي. ده غير بقى الكام شركة اللي انسحبوا من العاصمة الإدارية، وطبعا الأشرار فاكرين دي حاجة وحشة. أمال هتبقى إيه يا فندم؟ فهمني. إيه يعني شركات صينية تنسحب؟ ايه يعني لما سبتونا بشكل مش معقول؟ انا عايز اسيبكم من بدري لكن مكسوف اقول. القوات المسلحه هتوفر لنا شركات تاخد مصلحه العاصمه الاداريه بدل ما تروح للاجانب. انت بتقول بدل ما تروح للاجانب؟ ما خلاص بقى. لا معلش بعد اذنك، ده هي عاده ولازقه فيا ما اقدرش اسيبها. بتقول بدل ما تروح للاجانب؟ بدل ما تروح للاجانب. أيوة، يعني أنا عجباني جدا قرارات السيد الرئيس، بس بتقولوا إيه يا جماعة؟ يخلع؟ طيب بعد إذنك الضيف، بس حضرتك اخلع دلوقتي، يعني طريقك زراعي. يلا يا حبيبي، يلا يا بابا، ملخص لو سمحت، في خش في الموضوع. دلوقتي جاي لنا تسريب لوزارة الداخلية، هناخد فاصل ونرجع نسمعه لحضراتكم تاني. حكومتنا الله يخليها هايلة وعاملة اللي عليها، وبلدنا هي بتعليها بعد ما رمت الأساسات. أبدا ما هيش مديونة ولا طبعا عن أبابونا، وحياة رأس اللي جابونا حالنا أحسن من الخواجات. أنا كل ما صلح فيها تبوظ ضربة للبوس، إزاي الزرعة تكون كوسة وتطلع موس؟ حتى ما ينفعش. العب في الكوس مش في المية ولا في البس. البس
نطلع من نقرة لضحيرة والحلف النازل على طول والناس بتصدق عمياني من كتب سياد في المسؤول وازاي بكرة هيكون أحلى والحاضر ماشي بمحلول مشفعنا أونطا مشفعنا أونطا أقسم بالله كل حاجة تحت السيطرة هتشوفيلنا نقمة لأكلها حلقيها منين انا ولا منين احترت يا ناس مصر يا جماعه ورهنت البيت والثلاجه والبنكرياس هو كده وحكومه البيت مش دريانه بتطلب وخلاص هات 500 جنيه نطلع من نقره لضحيره والحلف النازل على طول والناس بتصدق عيالي من كدب سياده المسؤول ازاي بكره هيكون احلى والحاضر ماشي بمحلول مشبعنا أونطا مشبعنا أونطا لا واضح ان في ناس لسه ما شبعتش بس انا شخصيا شبعت ادينا وصلنا النضاره والمجموعه كلها انا مش عارف اشكرك ازاي انا عارف ازاي ازاي انك تقول لي الرساله اللي كنت هتطور بيها البلد فيها ايه ابوس ايدك خميس اطور ايه البلد انت بلدكوا ايه بالظبط يا عم انا قصدي البلد كلها مصر مش منصوره يعني انا كنت هطورها ازاي انا اللي بسال ازاي يا معلم موضوع الرساله ده كنت برد على الناس بس بقول لهم مش انا اللي يتعامل معايا كده الناس دول اللي قابلتهم وهددوني ده كل الموضوع ده كل الموضوع خلاص مش فايدة احنا عملنا كل اللي نقدر نعمله عادي ما قصرناش الكلام ما منوش فايدة الآلة جاهزة يا جماعة بقول لكم يا جدعان انا مش عايز اروح نعم حبيبي مش عايز تروح ده ايه وانت كنت مع ابوك في الملاهي احنا في زمن غير الزمن وقدامنا فتره محدده كنا هنقضيها ونرجع تاني على طول يعني اللي هيفضل هنا هيحصل له ايه مش عارف بصراحه انت فاجئتني فاجئك ايه يا ارشميدس هو طلب ايدك ما ترد يا عم زي الناس حلاوتك افهم من كده ان انت كمان عايز تقعد معاه وانا كمان تحسين ما تقول حاجه للعيال دي وانا معاهم يا ارشميدس نعم مش راجع لو معايا الحقيقه حقيقه يا تحسين حقيقه ايه احنا عملنا كل حاجه ودورنا في كل حته وما وصلناش لاي حاجه ده احنا دخلنا السجن يا تحسين ودخلنا مستشفى المجانين وركبنا المرجحه وعملنا وكمل لك انا ولعبنا وهزرنا وضحكنا وفي الاخر ما عملناش حاجه بعد كل ده ما عملناش اي حاجه احنا لو رجعنا كده يبقى ما نستاهلش العيش لا هنا ولا هناك يا جماعة هو الموضوع قلبنا كده قوي كده ليه؟ عشان احنا ما نستحقش غير النكد عشان طول ما احنا بنستسهل وبنسيب حقنا حقنا ايه؟ يا جماعة ما تنسوش احنا جايين هنا متطوعين يعني ما حدش غصبنا نعمل كده لا احنا جينا هنا غصب عننا جينا هنا غصب عننا عشان الولاد دول يطلعوا لقوا مستقبل الولاد بتاع البخور ده يطلع يبقى دكتور والولاد ابو حمادات ده كان ممكن يبقى مخترع والبنت دي كان ممكن تبقى سكرتيره في الامم المتحده والواد ابو شعر ده كان ممكن يبقى كوافير ايوه احنا فعلا نستاهل حياه احسن من كده حياه ما فيهاش لا ظلم ولا فقر ولا جهل ولا مرض لحظه واحده كده معلش قول تاني انت قلت ايه قلت ايوه احنا من الاخر يا ابني من الاخر
ظلم وفقر ومرض وجهل. قلت كده مستقبل ايه يا سلطان اللي انت عايز تروح؟ هو انت غاوي مشاوير وبعدين طلع مشوار لحد العتبة؟ وبعدين انت اساسا فيك حيل تروح المشاوير دي؟ ليه هو المستقبل ده بعيد؟ يوه بعيد قوي يا سلطان، بعيد قوي. وبعدين النهاردة الخميس والشوارع هتلاقي زحمة. انت شكلك كده بتضحك علي. اضحك عليك ليه يا سلطان؟ ده انا محبب على قلبي انك تروح في 60 ده يا حبيبي. وده العشم برضه، بس انت هتيجي معايا. اجي معاك فين؟ انت مجنون؟ ليه؟ بيقولوا المستقبل ده مظلم ومنايل ب60 نيلة. انت عرفت من ايه؟ مش كل حتة يقولوا فيها كده؟ المستقبل مظلم ومنيل ب60 نولة. طب ما ننور ناخد معانا كشافات. وبعدين انت تعصبنا ليه؟ ما تشوف شغلك بقى. خلاص يا سلطان ما تعصبش، يعني انت مصمم على مشوار المستقبل ده؟ ايوه. وبعدين يعني ما الواد سيد قال لك ان هم لقوا الجدع اللي بيدوروا عليه، خلاص يبقى اكيد المستقبل ده حلو. خلاص طالما هو حلو يا سلطان وانت مصمم تروح، روح. وروح وانت تيجي معايا. طب والعيال وامهم يا سلطان اعمل فيهم ايه؟ حوش في المستقبل وابعت لهم. فكرة يا سلطان، احوش في المستقبل وابعت لهم بقى على الماضي الحقير وهم يعيشوا وارتاح انا منهم بقى. طب يلا يا سلطان نلحق بقى قبل ما يتحركوا بالمكنه من غير ما نروح معاهم. الواد سيد مش بتقول جاب لهم الشخص؟ يبقى هيتحركوا من غيرنا. يلا يا سلطان. يلا باشا. جاهز؟ جاهز يا باشا. العجله جاهزه بره؟ ايوه العجله بره يا باشا. يلا يلا باشا. احنا مش محتاجين نلاقي الخشن ولا نعرف بقى رسالة. يا عم انت اتلخبطنا مع عقلي بس، مش احنا كلنا كده قاعدين في الماضي؟ طب مش هندور على الخشن ليه بقى؟ ما اصل ببساطة احنا مستنيين المنقذ اللي ينقذنا، دي المشكلة، او معجزة تنشلنا من اللي احنا فيه. مش فاهم حاجة. الواد ده كان قال اربع حاجات ان هم السبب في اللي احنا فيه، وقالها تقريبا من غير ما يقصد، بس دي حقيقة. اللي هم الظلم، الفقر، المرض، الجهل. يا عم انت هتلخبطنا مع عقلي بس، يعني احنا هنسيب الخشن ونروح ندور على الحاجات دي؟ احنا مش محتاجين ندور عليهم، احنا فعلا بنتنفسهم على الهوا. شفت بقى؟ يعني من غيرهم نموت. لا وانت الصادق، يعني من غيرهم الهوا يبقى نظيف. ولما الهوا ينضف كل حاجه هتنضف. اكيد الحاجات دي ليست وليده اليوم. اروى بدات تتكلم لغه عربيه فصحى وهتقول تلاصق. لا يا جدعان دي مراتي وانا فاهمها. اروى عايزه تقول لكم يعني ان هذه الاشياء وجيده قيل هو يعني. لا اذا كان كده خلاص. لا يا حبيبي ما كانش كده ومش خلاص. اروى قصدها تقول ان الظلم والفقر والجهل والمرض اللي احنا بنتعرض لهم دول مش بنتعرض لهم دلوقتي بس، احنا بنتعرض لهم طول عمرنا. خلاص يبقى نرجع لايام الانجليز بقى. ما كان في ظلم برضه ايام الانجليز. طب ايام المماليك مثلا؟ برضه قبل كده كان في ظلم. ما هو مش هنرجع لايام الفراعنه مثلا؟ لا لا فراعنه ايه؟ المكنه ما تستحملش المشوار ده كله. مكنه؟ مشوار؟ يا عم هي فيسبوك. يا ابني انت بالذات اسكت بدل ما انزلك اول محط. وهي فين اول محط؟ على المسهله. الحمد لله ان انا لحقتكم قبل ما تمشوا. لا احنا قاعدين على قلبك. ايه ده وانتم مش ماشيين؟ لا يا عم اقعدوا براحتكم وانا مالي وانتم قاعدين في بيتي وبس. الحمد لله برضو ان انا لحقتكم. انت ممل. ما انا عارف. اهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبي. اهلا وسهلا. تشرب حاجه؟ يا ريت. ماشي يا عموما البيت بيتك، لما تعوز تشرب حاجة أو تعوز أي حاجة قول. ما أنا قلت لك إن أنا عايز أهو حبيبي. شكلك صايم ومش عايز تقول عشان الصواب يبقى كبير وكده. ربنا يبارك لك. ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب. ربنا ياخدك حبيبي وما نشوفكش تاني. مع السلامة. ماشي يا أهلنا أعوذ بالعافية. أقول لكم مع السلامة. أتكل أنا على الله. صحيح الله ده أنا نسيت أنا كنت جاي ليه. مش مهم.
اسمعوا بس، انا وصلت الوحيد. والله العظيم. طب بسلم عليه كتير. يلا مع السلامه. وحيد مين؟ وحيد الخشن اللي معاه الرساله الحقيقيه. بقول لكم ايه، خدوا العنوان ده واستنوني هناك. ها يلا. تانية في برنامج المدهش المندهش العجيب. وأنا في الفاصل الحقيقة جالي خبر عجيب جدا جدا في برنامج المندهش ده. يعني أنا جالي خبر أدهشني تاني. ففعلا أنا مندهش جدا جدا، يعني كلام ولا في الأحلام. ده تسريب من مين؟ ده تسريب من وزارة الداخلية. بيقولك يا سيدي إيه؟ بيقولك مجموعة ناس كده غريبة عجيبة جايين من المستقبل علشان يجدوا شخص. الشخص ده تقريبا معاه بيقول لك سر ومفتاح التطور بتاع مصر زي ما بيقولوا. يعني قال ايه؟ مصر فضلت تنهار لحد ما وصلت للهويه، ومش الشخص دون هو اللي هينقذها. الامن دلوقتي بيتابع المجموعه دي وهيجيبهم من عرقيب رجليهم. وفي حملة بالفعل مكونة من 2 من رجال الداخلية نزل لهم بكامل عتادهم وسلاحهم علشان يعملوا الجلاشة مع المجموعة دي. طيب عارفين ليه؟ لأنها مش محتاجة. يعني دلوقتي مصر كانت بتنهار. طب مش محتاجة كلام. فربنا بعت المنقذ المخلص اللي هو رئيس السيسي علشان يطورها وينهض بيها ويستقر بيها زي ما احنا عارفين وشايفين ومندهشين. فالواحد مننا يعني بيندهش جدا الحقيقة لما يلاقي حد لسه بيدور على يقول لك المخلص ومش عارف وصاحب التطوير والرسالة والحاجات الغريبة ديت. الحد يطور قال. لا ده حاجة مدهشة والله، حاجة مندهشة جدا. أنا مندهش جدا جدا يا جماعة.